بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أسأل الله السلامة لنا ولكم، ونستكمل إن شاء الله بموضوعات الكلينيكال كيمستري. طبعا قبل الانقطاع كنا انتهينا من موضوعات الكواليتي أشورنس، ونبدأ إن شاء الله اليوم بأول موضوع من موضوعات الكلينيكال كيمستري، وهو موضوع الثيرابيوتيك دراج مونيتورينج. طيب ماذا نعني بالثيرابيوتيك دراج مونيتورينج؟ طبعا العملية تشمل analysis, assessment and evaluation of circulating concentrations of drugs. يبقى احنا بنعمل ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج لتقييم ومتابعة مستويات أدوية مختلفة موجودة في الدم. طبعا العينة اللي ممكن نستخدمها ممكن تكون سيروم، ممكن تكون بلازما، ممكن تكون ايضا اول بلاد. طيب ايش الهدف لمراقبة بعض انواع من الأدوية؟ الهدف إنه هذه الأدوية الثيرابيوتيك إندكس إلها بيكون ضيق، زي ما حنشوف في السلايدة اللي هو القادمة إيش معناه الثيرابيوتيك إندكس. يبقى حيكون إذا كان عندنا الكونسنتريشن للدرج أقل من كونسنتريشن معينة العلاج مش حيكون فعال، وبالمقابل أيضا إذا زادت عندنا الكونسنتريشن للعلاج هذا عن كونسنتريشن معينة حيتحول الدواء إلى توكسيك وحيعمل لي توكسيسيتي في الجسم. يبقى عشان هيك بعض الأدوية اللي الثيرابيوتيك إندكس إلها ضيق لازم يكون في عندنا متابعة ومراقبة لكميات هذا الدواء في داخل الدم. طيب يبقى زي ما هو واضح في الفيجرز، الفيجر هذا عندنا الفرق بين الإفكتيف دوز وبين التوكسيك دوز واسع، وبالتالي هذا النوع من الدراجز اللي هو بيكون عنده وايد ثيرابيوتيك اندكس، زي مثال بنسلين. يبقى هان ممكن نزيد جرعة الدواء بدون ما يشكل خطر على المريض، لأنه في عنا فرق واسع بين الإفكتيف دوز وبين التوكسيك دوز. بينما النوع الثاني من أدوية اللي هو عندهم نارو ثيرابيوتيك إندكس، الفرق بين الإفكتيف دوز وبين التوكسيك دوز بتكون نارو، بتكون صغيرة، وبالتالي عنا الكونسنتريشن لو زدناها ممكن ضعفين أو أكثر ممكن تتحول إلى توكسيك دوز، وبالتالي هذا النوع من الأدوية اللي بيحتاج إلى ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج. والثيرابيوتيك إندكس في له معادلة اللي عبارة عن التوكسيك دوز اللي هو 50 على الإفكتيف دوز 50. ما الداعي لعمل فحوصات لبعض الأدوية لقياس مستوياتها في الدم؟ طيب عندنا من الأسباب اللي بتستدعي هذا القياس، أول شغلة إنه عندنا الأوفردوزينج والأندردوزينج آر سيريوس. إيش بيعني هذا الكلام؟ يعني إذا زادت الكونسنتريشن لدواء معين ممكن يتحول إلى توكسيك، وإذا كان قلت الكونسنتريشن معناه الدواء مش هيكون فعال و مش هيعالج المرض اللي بيؤخذ من أجله. السبب الثاني there is a small difference between a therapeutic and toxic dose، وهذا اللي احنا حكينا عليه قبل شوية انه عندنا therapeutic index بيكون small. السبب الثالث there is a change in the patient's physiologic state that may unpredictably affect circulating drug concentration، لانه عندنا بعض الأمراض أيضا ممكن تأثر على levels of drug in blood. يعني على سبيل المثال إذا كان صار في عنا مشكلة في الكدني والدواء هذا بسله إكسكريشن عن طريق الكدني، يبقى معناه ممكن يصير في عنا ارتفاع لمستويات هذا الدراج أكثر من الطبيعي، وبالتالي بيستدعي المونيتورينج. الدراج انتراكشن may be occurring عند معين، إذا في عنا بصير تفاعل بين دواء ودواء آخر، يبقى دواء بيأثر على دواء آخر أو ممكن بيقلل من اللي هو مستوياته، هذا برضو بيستدعي therapeutic drug monitoring. أيضا من الدواعي للفحص هذا إنه بيبين لنا إذا كان عنا البيشنت ملتزم بأخذ العلاج أو لا.
Routes of Administration. طبعا في عنا أكثر من طريقة اللي ممكن يتم إعطاء الدواء فيها للمريض، والطرق المختلفة هذه هتؤثر على الكونسنتريشن للدراجز اللي هتكون بالنهاية موجودة بالدم. و for a drug to express a therapeutic benefit, it must be at the appropriate concentration at its site of action. يعني احنا بدنا يكون مستوى العلاج او الكونسنتريشن للعلاج بدنا يكون بالمستوى المطلوب عند المكان اللي بدنا العلاج يأثر فيه. طبعا بيكون كويس لو كان في عندنا طريقة لقياس الكونسنتريشن of a drug at the site of action، لكن للأسف هذا مش متوفر لكل الأدوية. وبالتالي إيش البديل؟ البديل هو إنه نقيس مستوى الدرج هذا في الدم، لأنه المفروض إنه المستوى في الدم حيعكس مستوى الدواء عند الأورجانز المختلفة الموجودة في الجسم. وبالتالي the circulatory system offers a convenient route that can effectively deliver most drugs to its site of action. The goal of most therapeutic regimes is to acquire a blood plasma or serum concentration that has been correlated with an effective concentration at the site of action. الروتس المختلفة للأدمنستريشن للدراج، طبعا زي ما اتفقنا انه كل روت حيكون عندنا الكونسنتريشن في النهاية للدراجز في الدم فيها اختلاف. Each presents with different characteristics that influence circulating concentrations. ومن هذه اللي هي الطرق، في عندنا طبعا أورالي عن طريق الفم وهي الموست كومن، في عندنا اللي هو ريكتالي اللي زي التحاميل، في عندنا ممكن مباشرة في اللي هو الوريد انترافين، او ممكن اللي هو انتروفاسكولار حقنه عضليه، سبكتينيوس تحت الجلد، وانهيليشن او ممكن ابزوربد ثرو ذا سكن اللي باستخدام البراهم المختلفه. البيولوجيكال افكت للدراج، الان للدراج تم اخذه عن طريق اللي هي الطرق المختلفة اللي ذكرناها بالسلايدة السابقة. طيب يبقى اعطينا الدراج بالطرق المختلفة، والمفروض عشان الدواء هذا او العلاج يعطينا الافكت المفروض انه يرتبط بالريسبتور للخلايا المستهدفه. Therapeutic drug monitoring assumes that serum levels are proportional to the intracellular tissue bind capacity of the drug. تمام، يبقى في عندنا كمان فرضيه انه كميه الدواء هذا اللي احنا بنقيسها عن طريق اللي هو Therapeutic drug monitoring، بنفترض انه الليفل هذا بيتناسب مع الليفل الموجود في التشو او الخلايا المختلفة اللي المفروض بيأثر عليها الدرج. طيب الان في عنا اسباب مختلفة بتأثر على الدرج اللي بدنا نتناوله، وبيأثر على كمية هذا الدرج اللي هتكون موجودة بالنهاية في الدم. ومن هذه الأسباب في عنا الأبزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، إكسكريشن، واللي حنشوفهم بالتفصيل بالشرائح القادمة. الأدوية اللي بيتم تناولها عن طريق الفم بداية طبعا بتحتاج إلى absorption، وبعد absorption في عنا اللي هو الفاست باس اللي يجب أن تمر عبر الكبد، وبالكبد ممكن يصير في عنا عملية اللي هو metabolism لبعض من هذه الدراجز، وبعد هيك بتدخل هذه الدراجز للدم. الآن من ناحية أخرى الأدوية بتعطى عن طريق الفينوس البرينترال اللي هو النيوتريشن، هذه بتدخل مباشرة للدم. المرحلة بعد هيك بعد دخول الأدوية للدم هي مرحلة
الديستريبيوشن الآن في عنا الدورة الدموية وحيبدأ العلاج الآن ينتقل إلى الأجزاء المختلفة والتيشوز المختلفة في الجسم. وبعد هيك المرحلة الأخيرة دخول العلاج مرة أخرى أو الدواء هذا مرة أخرى إلى الدم وعملية الإكسكريشن أو الإليمينيشن اللي ممكن تصير عن طريق الكدني وممكن أيضا الكبد يكون له دور في عملية الإنأكتيفيشن لبعض من الأدوية وبالتالي أيضا الإليمينيشن. طيب نبدأ نحكي بالتفصيل عن العمليات المختلفة. العملية الأولى زي ما حكينا هي الأبزوربشن، وفي عنا عوامل مختلفة بتأثر على الأبزوربشن للعلاج أو للدواء. The efficiency of drug absorption from gastrointestinal tract is dependent on many factors. العامل الأول إيش نوع العلاج هذا؟ هل هو tablets؟ هل هو capsules؟ وبهذه الحالة لازم يصير في عنا ذوبان للعلاج قبل ما يصير في امتصاص. الشغلة الثانية liquid solutions، طبعا إذا كان عنا الدواء هو عبارة عن محلول أو دواء مذاب يبقى معناته حيكون في عنا عملية absorption أكيد أسرع لأنه لا يحتاج هان إلى إذابة بالبداية. أيضا الـ weak acids are efficiently absorbed in the stomach بينما الـ weak bases are absorbed in the intestine. أيضا حالة الأمعاء برضو بتأثر على عملية الامتصاص، يعني إذا كان صار في عنا أي تغيير في الانتستين موتيليتي، صار في عنا تغيير في البي اتش، صار في عنا ممكن انفليميشن في الامعاء، هذه كلها ايضا بتاثر على عمليه الامتصاص، بالاضافه ايضا لوجود ممكن بعض الاطعمه او بعض الادويه الاخرى، هذا ايضا له ممكن يكون تاثير سلبي على الامتصاص. All substances including drugs absorbed from the intestine enter the hepatic portal system. وزي ما انتم عارفين اي شيء بيتم امتصاصه في الامعاء وين اول شيء بروح للكبد عن طريق البورتال فين، يبقى لازم يصل للكبد. الان بعض من هذه الادويه are subject to significant hepatic uptake and metabolism، يبقى ممكن يصير في عنا ميتابوليزم لبعض من هذه الأدوية activation أو inactivation، وهذا اللي بنسميه first pass metabolism. This process is known as characteristics of a drug may change in pregnancy age etc. يبقى إذا كان صار في عنا تغير في الكبد لسبب أو لآخر في وظائف الكبد هذا ممكن يأثر على first pass metabolism. With the use of therapeutic drug monitoring, effective dosage treatment can be determined. يبقى زي ما شفنا انه عوامل مختلفة ممكن تأثر على عملية الابزوربشن وبالتالي على مستويات العلاج اللي حتكون موجودة عندنا في الدم، وبالتالي بنحتاج هان إلى therapeutic drug monitoring عشان نشوف مستويات الأدوية، وزي ما حكينا هذا بيكون بشكل خاص للأدوية اللي عندنا therapeutic index إلها بيكون small. طيب الخطوة الثانية هي distribution. Once a drug is absorbed into the blood, it begins to distribute to tissues. يبقى الآن صار عندنا الدواء موجود في الدم والآن بيبدأ توزيع هذا الدواء للتيشوز المختلفة في الجسم. The amount of drug that partitions into tissues depends on. يبقى الآن قديش كمية الدواء اللي حيتم توزيعه بيعتمد على السوليوبيليتي وعلى البروتين بايندينج، يعتمد على
الذوبان لهذا الدواء، وبيعتمد ايضا على اللي هو البروتينز، لانه زي ما انتم عارفين انه عندنا بعض الادويه بترتبط مع البروتينات الموجوده بالدم، زي على سبيل المثال الالبومين. The partitioning of a drug between blood and tissues is expressed quantitatively as the volume of distribution. يبقى التوزيع اللي بيتم هذا بين العلاج بين الدم وبين التيشوز المختلفة بيطلق عليه اللي هو volume of distribution. الاكسكريشن، hepatic metabolism or renal filtration or a combination of the two eliminates most drugs. يبقى عملية التخلص من هذه الأدوية إما حيتم عن طريق الكبد، ممكن يصير في عنا metabolism ويصير في عنا inactivation للدرجز وتحويلها إلى metabolites أخرى، وبعد هيك اللي هو عملية الإكسكريشن، أو عن طريق اللي هو الإكسكريشن عن طريق الكدني اللي هو renal filtration، أو ممكن يتم بالو التو اورجانز عن طريق الكبد وعن طريق ايضا الكدني. وبالتالي اي تغير حيصير في هذه الاورجانز الليفر او الكدني حيأثر على عمليه الاكسكريشن. يبقى ممكن يعمل اختلاف في الاكسكريشن، وبالتالي ممكن يرفع من مستويات هذا العلاج او الدواء في الدم. Half-life represents the time needed for the serum concentration to decrease by one half. يبقى الـ half-life لأي دواء هو الوقت اللي حياخده هذا الدواء عشان يصل الـ concentration تبعته لـ النص. يبقى الوقت اللي حياخده الدواء عشان تنزل الـ concentration لـ النص. الميتابوليك كليرنس، most drugs are xenobiotics. وايش بنعني بxenobiotics؟ substances normally او not normally found within human system yet capable of entering biochemical pathways intended for endogenous substances. يبقى هي مواد اساسا مش موجوده بالجسم لكن ممكن يصير لها ميتابوليزم في داخل الجسم، يبقى capable of entering biochemical pathways اللي هي أساسا معمولة للمواد اللي بتكون موجودة في داخل الجسم. يبقى هذه الباثويز ممكن أيضا تتعامل مع المواد اللي جاية من خارج الجسم، زي على سبيل المثال الأدوية. The biochemical pathway responsible for a large portion of drug metabolism is the hepatic mix function oxidase. يبقى هذا البيوكيميكال باثوي هو المسؤول عن التعامل مع عدد كبير من الأدوية اللي ممكن تدخل للجسم، واللي بيطلق عليه hepatic mix function oxidase او MFO system. The basic function of MFO system involves taking hydrophobic substances and through a series of enzymatic reactions converting them into water soluble substances. يبقى احنا بده يتم التخلص من الأدوية. كيف ممكن التخلص من الأدوية؟ عن طريق الـ MFO system اللي حكينا عليه. كيف ممكن يسهل عملية التخلص من هذه الأدوية؟ على سبيل المثال إذا كان عندنا الدواء هذا hydrophobic، يبقى من خلال biochemical pathways ممكن يتم تحويله إلى water soluble substance، وما زال صار water soluble substance يبقى ممكن يتم اللي هو إخراجه عن طريق اللي هو الكدني. زي ما حكينا إنه ممكن يصير عندنا excretion برضو لهذه الدرجز عن طريق الكدني. Kidneys are the primary excretory organ. وبالتالي إذا كان صار في عنا مشكلة بالكدني بهذا حيأثر على عملية الإليمينيشن أو التخلص من هذه الدرجز أو الميتابولايتس الخاصة فيها. Other excretory organs or pathways become involved such as biliary tract, lungs and sweat glands. هذا في حال إنه صار في عنا renal disease ممكن عنا يعني يكون في
elimination pathways أخرى ممكن تدخل على الخط. H2O soluble drugs excrete faster than insoluble. Decreases in glomerular filtration rate. That results in increased serum half-life and concentration. إذا كان صار عندنا مشكلة بالكدني وصار عندنا مشكلة في الجلوميرال فلتريشن، إذا كان انخفضت الجلوميرال فلتريشن معناته حتمتد الهاف لايف للأدوية المختلفة، حتطول الهاف لايف للأدوية المختلفة، لأنه زي ما تعرفين إذا كان انخفض الجلوميرال فلتريشن ريت يبقى معناه حيصير عندنا عملية الإليمينيشن أقل، وبالتالي الهاف لايف حتزيد.